شاهد يورجن كلوب بعد مباراة ليفربول. شاهد زوجة محمد صلاح ماجي تودع زوجة كلوب بالأحضان. شاهد زوجة يورجن كلوب تحضن ماجي زوجة محمد صلاح وتقبلها بعد مباراة ليفربول. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد يورجن كلوب بعد مباراة ليفربول. قال البلوجر رامي نجم الدين: إعطاء الأمور معاني أكثر مما تحتمل هي مشكلتك وليس مشكلة الآخر. وعلق الناشط ماجد قائلا: أنا مع حرية التصرفات بالمطلق، لكن مع وضع بعض من الحدود بالتأكيد في بعض المسائل، ولكونه سوبر عالمي مسلم تمنيت أن يكون صاحب موقف وذو شخصية قوية، لكن يتضح لي أنه ليس عنده القدرة الكافية على ذلك. هو حر في النهاية. تترقب الجماهير المصرية بشغف كبير مصير اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية الذين يشكلون القوام الرئيسي لمنتخب مصر، في ظل امتلاك العديد منهم عروضا مغرية للرحيل عن الأندية التي يلعبون لها في الموسم الجاري. شاهد كلوب يحضن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول. قال مستشار وزير الحج والعمرة سابقا عبد العزيز الحربي فعلق قائلا: لا أعتقد ذلك، لأن الكابتن محمد صلاح عربي مسلم صاحب قيم ومبادئ، واليوم الفبركة وتركيب الصور والفوتوشوب ممكن يعمل أكثر من كذا، والحكم وكيل الاتهامات من دون تثبت حرام بالتأكيد. وإذا كان الموضوع إشاعة فيا ويل صاحب التغريدة من الله، وويل من شاركه في التعليق والسخرية من رجل مسلم. شاهد زوجة محمد صلاح ماجي تودع زوجة كلوب بالأحضان. شهدت أرضية ملعب أنفيلد عقب مباراة وولفرهامبتون وداع اللاعبون لمدربهم، إذ حرص كلوب على احتضان محمد صلاح وزملائه وعلى رأسهم الحارس أليسون بيكر. بكاء فيرجيل فان دايك في وداع كلوب. وبكى فيرجيل فان دايك قائد الريدز في أحضان كلوب حزنا على رحيله عن تدريب الفريق وسط تهدئة المدرب الألماني له. كلوب يرحل عن تدريب الفريق. وأعلن المدير الفني الألماني في يناير الماضي رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم في ظل رغبته في الحصول على فترة راحة من التدريب لمدة عام. شاهد هدف محمد صلاح العالمي في مباراة ليفربول وولفرهامبتون. الحديث عربيا وعالميا لا ينقطع عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، خاصة مع اهتمام كبير من عدة أندية عالمية وعربية بضم اللاعب، حيث يضع دوري روشن السعودي صلاح نصب عينيه من خلال ثلاثة أندية وهي اتحاد جدة والقادسية والهلال. بينما هناك من الدوري الإنجليزي تسريبات بشأن دخول الأرسنال في مفاوضات مع اللاعب، بينما هناك في فرنسا باريس سان جيرمان الذي يترقب الموقع عن بعد. شاهد تصريحات أبو تريكا عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. يبلغ من العمر 46 عاما، بدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب بمدينة بيرجنتاين بهولندا، وعانى من الإصابات الكثيرة ولعب مع أندية ناك بريدا وسبارتا روتردام، وخاض 462 مباراة وسجل، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب عام 2014، ثم تولى تدريب نادي كامبيور عام 2016، بعدها تولى قيادة نادي الكامار عام 2018. أرني سالوت نجم التفاصيل الصغيرة المدرب الهولندي يعتمد دائما على نمط اللعب 4-3-3، وهذا هو نفس النهج الذي يتبعه المدرب كلوب مع فريق ليفربول منذ بداية مسيرته مع الفريق وحتى الآن. شاهد بالفيديو لحظة تسجيل محمد صلاح هدف في مباراة ليفربول اليوم. يجري ليفربول الإنجليزي مباحثات خلال الأيام المقبلة حول مستقبل المحترف المصري محمد صلاح، ويمكن أن يتخذ قرارا يمنح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع فوتبول انسايدر أن الأيام المقبلة قد تشهد وصول عرض من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة مالية تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، وسيتم مناقشة العرض خلال الاجتماع. وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017،
وخاض مع الفريق 348 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 211 هدفاً وصنع 89. شاهد ماذا قال محمد أبو تريكة عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. حرص نجم فريق ليفربول محمد صلاح على توديع المدرب يورجن كلوب، حيث أوشكت قصته مع النادي الإنجليزي على الوصول إلى كلمة النهاية. كان كلوب قد أعلن في شهر يناير الماضي أنه سيغادر صفوف ليفربول بمجرد انتهاء الموسم الحالي، وينتهي موسم ليفربول غدا الأحد، حيث يلتقي الفريق مع وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأنفيلد. وأضاف: أخبرني أنه يريد أن ألعب في ذلك المركز الجناح الأيمن، وأنني أستطيع تطوير أسلوبي في اللعب في ليفربول وسيكون لدي الحرية، وقلت آنذاك حسنا أنا قادم، باعتباره الصفقة الأولى التي تسعى إلى إبرامها من بين عدة صفقات منتظرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم فشل بعض نجوم ليفربول بتحقيق النجاح المنتظر في الدوري السعودي مثل جوردان هندرسون الذي قضى فترة مؤقتة مع الاتفاق قبل فسخ عقده والانضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن دوري روشن السعودي يثق في قدرته على استقطاب صلاح ونجوم آخرين من البريميرليج خلال الفترة القادمة. الدوري السعودي يستخدم الغردقة لجذب محمد صلاح، ما التفاصيل؟ أصبح مستقبل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مجهولا وتحيطه الشكوك، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، لهذا أصبح متاحا له التوقيع مع أي ناد. وبدأت الأندية السعودية وبتحديد اتحاد جدة في التفاوض معه منذ الانتقالات الصيفية الماضية. القصة لم تنتهي، مفاجأة جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول. كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول مع النادي الإنجليزي، وذلك وسط قرب نهاية الموسم الجاري، ولا يزال اسم محمد صلاح يرتبط باحتمالية مغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب حضن كلوب لزوجة محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.